رعونة زملكاوية بتؤدي ان الزمالك يخرج كسبان 1-0 بس من كينيا بتغييرات غريبة من كارترون بتدل على حاجات كتير نتكلم عليها في الحلقة، والاهلي بيبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بأداء غريب وتغييرات اغرب وشكل غريب في ارض الملعب بتعادل ضد الحرس الوطني النيجيري في نايجر بشكل غريب من موسيماني واداء غريب. في حلقة النهاردة هنتكلم كلام كتير سواء على الاهلي سواء على الزمالك في بدايته في دوري ابطال افريقيا. فقبل ما نوصل اي حاجة او قبل ما نخش في اي حاجة في الحلقة انزل اعمل لايك، لو مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول. ويلا بينا نخش نتكلم عن نجوم مصر وعن الاهلي وعن الزمالك في دوري ابطال افريقيا. حطيني رقم واحد في الهجاصين. خلونا نبدأ بالزمالك اللي لعب الساعة 2 الظهر في كينيا. الزمالك النهارده بدأ بنفس التشكيل تقريبا اللي بيبدأ بيه على طول اللي هو 4-2-3-1 بنفس العناصر. بدأ بأبو جبل قدام محمود علي والونش الثنائية المميزة اللي هنتكلم عليها كتير في حلقة النهارده، ناحية الشمال فتوح، ناحية اليمين حمزة المسلوسي، اثنين في نص الملعب طارق حامد وإمام عاشور قدامهم، أوباما على الشمال، بن شرقي على اليمين، زيزو قدام، سيف الدين الجزيري. اللي انا كان مستوقفني عن الزمالك او اللي انا مستغربه في الزمالك او اللي انا مش فاهمه او ده اللي انا نوعا ما بحاول اتعود عليه مع باتريس كالترون، وان الزمالك بيبدا مبارياته مش ضاغط ضغط عالي. انا هلعب ميديم بلوك، مش هضغط عليك ضغط عالي ولا هقابلك في نص ملعبي، هقابلك من تلت الملعب، من تلت ملعبك، من نص يعني من على الدايره كده مثلا ابتدي اضغط عليك. وده شيء مش عاجبني في النادي الزمالك، ان انت المفروض فريق كبير، فريق عريق، فريق بيحاول يلعب على البطوله، تبدا من اول مباراه ضاغط على الفريق المنافس ايا كان من الفريق المنافس، تضغط عليه وتقرفه. الزمالك النهارده كان بيحاول يضغط على حامل الكوره. ازاي حامل الكوره؟ يبقى معاه الكوره بيحاول يلعب الكوره لقدام، بيحاول يمرر ضغط على اللاعب، ضغط عليه. والزمالك كان بيستخلص الكوره في الحته دي، بس استخلاص الزمالك للكوره كان بيفقده بسرعه بسبب حاجتين. الحاجه الاولى اللي انت ما عندكش صانع العاب يقف على الكوره في نص ملعب الخصم ويبتدي يوزع اللعب بشكل مميز، والحاجه الثانيه اللي انت ما عندكش وسط مهاجم اللي هو لاعب نمره 8 يعني زي فرجاني سيسي كده مثلا يمسك لك برده كوره ويبتدي يوزع لك لعب. انت عندك امام عاشور واوباما بيفقدوا الزمالك قوه كبيره جدا. انت يعني انت يعتبر بتلعب مباراه بدون صانع العاب وبدون لاعب نمره 8، فبالتالي ما عندكش الخطوره الممكنه في الزمالك. والزمالك لما كان بيقطع الكوره كان بتضيع منه في نفس اللحظه علشان ما عندوش اللاعبين اللي يقدروا يمسكوا الكوره في نص ملعب الخصم. اوباما ما بيعرفش يلعب الدور ده، وامام عاشور مش اللاعب نمره 8 اللي انت تعتمد عليه في افريقيا والدوري اللي هو يكمل معاك الموسم. وبسبب ان الزمالك للاسف اتوقف القيد سواء في الصيف او في يناير، فالزمالك مضطر ان هو يكمل الموسم كله بنفس القوام ده ونفس التشكيل ده. وبنسبه كبيره هنشوف امام عاشور بفتره كبيره جدا، وهنقعد طول الموسم بنفرج ان امام عاشور هو اللاعب نمره 8 في نص الملعب. ممكن امام عاشور مع المباريات يتطور، ولكن اللاعب اللي نفسي يتمحي تماما هو يوسف اوباما. اوباما ولا بيمرر ولا بيرفع الكوره ولا بيسجل اهداف ولا بيعمل عرضيات ولا بيرمي سيرهات ولا بيعمل اي حاجه حرفيا. لاعب بلا هدف. ممكن تلعب اوباما نمره 9، ممكن تلعب بيه 9.5، لكن ما تلعبش اوباما نمره 10. اوباما مش اللاعب اللي ينزل يستلم لك من نص ملعبك ويبتدي يلف وشه ويبتدي يوجه اللاعبين او يطلع اللاعبين او يبتدي يودع الاطراف ناحيه اليمين وناحيه الشمال ويدي سيرهات وكل الكلام ده، مش اوباما. لان اوباما لما كان بينزل يستلم من نص ملعب ويبتدي يطلع بالكوره من تحت لفوق كانت بتقطع منه الكوره في نفس اللحظه اللي بيستلم فيها الكوره، فما كانش بيديك فايده، مفيش اي افاده من اوباما. فليه اوباما؟ مش عارف. سيف الدين الجزيري اي نعم كان بيجتهد في الضغط في استخلاص الكوره، ولكن برضه استخلاص الكوره كانت الكوره بتقطع منه بكل سهوله. الكوره كانت بتقطع منه بكل سهوله، وده اللي خلى الزمالك ان انت ولا بتلعب بوسط مهاجم كويس ولا صانع العاب كويس، خلى الزمالك يعتمد على الكوره الطويله القطريه بشكل كبير. بيلعب كوره طويله مستقيمه سواء لزيزو او لبن شرقي، وزيزو وبن شرقي لما بياخدوا الكوره بيحاولوا يجروا يعتمدوا اعتماد فردي، لان مفيش لاعب يسندوا عليه. لو مثلا النهارده لاعب صانع العاب بتاعك مثلا عبد الله السعيد النهارده الزمالك ما كانش طلع من نص ملعب توسكار كيني، كان فضل بيلعب في نص ملعبه، وهتلاقي لعيبه الزمالك بتتحرر ولاعيبه الزمالك بتوصل لمرمى توسكار كيني كتير بسبب ان صانع العاب بيوصلهم كتير، لان انت النهارده صانع العاب بتاعك ما بيوصلكش لمرمى الخصم، ما بيعملش حاجه اصلا. يوسف اوباما مفيش اي افاده منه. اتمنى المباراه الجايه مع بدايه الدوري مع كل الكلام ده نلاقي صانع العاب غير يوسف اوباما. انا اتمنى ده يلعب مصطفى فتحي صانع العاب وتلعب بنجم او زيزو، ماشي خلاص تلعب مصطفى فتحي لاعب صانع العاب بدل اوباما، وناحيه اليمين دي بدل ما بين زيزو وبين بنجم، ولكن تفضل باوباما طول الموسم بالعقم دون بالشلل ده، لا ده شيء مرفوض. والزمالك الشوط الاول انت طالع
وصلت للمرمى وضيعت كتير، ولكن انت الشوط الاول خلص 0-0 بسبب حاجات كتير، بسبب رعونه اللعيبه. الشوط الثاني انت بدات بجول، ده اللي خلاك تهدى شويه، مش متوتر مش بتسرع، بدات بجول هدف من بن شرقي ولا اروع انت، ولا تعمل حاجات كتير وتكتيك وتفنين وكل الكلام ده، وبن شرقي يسجل وينهي الماتش. هو بن شرقي الحلقه بتاعت الزمالك اللي يجيب منه الاجوان، مش حتى اللي بيجيب جول في الزمالك، ولا هجوم مميز، راس حرب مميز، وعصان العاب، ولا وينج، ولا اي حاجه. هو بن شرقي الشوط الثاني دخل لك الماتش بهدف، خلاص دخلك جول المباراه 1-0، ولكن بعد ال 1-0 انت مش موجود، ولا يعني الكوره اللي بتجي لك على المرمى بتضيع، يعني انا جبت جول اتحسب اوفسايد والجول مش اوفسايد بتاع الونش، ولكن بعد كده انت بتحاول توصل للمرمى ومش عارف، وبعد ما بتوصل للمرمى بتضيع، بعد ما بتوصل بتضيع. التغييرات بتاعتك حتى مش مفهومه يا كارترون، انت جيت في اخر مباراه بتلعب باربع باكات في المباراه، اربع باكات في المباراه، بتلعب عبد الله جمعه، بتلعب بفتوح، بتلعب عبد الشافي واول مثلوسي، عبد الله جمعه ده مثلوسي زي ايه، ابو الفتوح يبقى هو الوينج وخليت عبد الشافي باك، فانت بتلعب باربع باكات في نهايه المباراه، يعني المدرب ينزل باربع باكات في نهايه المباراه، فاكيد عقليه اللاعبين يبقى عايز يكسب 1-0 بس، خلاص احنا بندافع، فده مش مطلوب. انت بتلعب في فرقه الدسكر الكيري، تنزل تنزعه 3-4 وتخرج من الملعب مفروض، وتغييراتك تبقى هجوميه، عارف ان الموارد حاليا مش موجوده والدكه مش تقيله، ولكن في المباراه الجايه انت في دور المجموعه انت بدكتك تقيله، انت بدكه عندك عمر السعيد، يبقى عندك ونجم، يبقى عندك مصطفى فتحي، يبقى عندك زيزو، يبقى عندك دكه تقيله تعتمد عليها. اتمنى المباراه الجايه تشوف شكل جديد للزمالك، ان الزمالك اي نعم انا عاذر برضو العوامل الارض، عوامل الجو، لسه دي اول مباراه في الموسم، اللاعبين لسه بتتاقلم بدنيا، بتتاهل بدنيا، لسه بنقول يا هادي، ولكن الاداء ده ما اتمنى ما اشوفوش تاني في المباريات القادمه لنادي الزمالك. نيجي بقى للنادي الاهلي والخيبه الكبيره للاهلي. الاهلي انت بادي مباراه ضد الحرس الوطني، بادي بنفس اللاعبين بتاعه الموسم الماضي، مفيش صفقات جديده، مش عارف الصفقات الجديده هل هي ما مش موجوده في السكور، مش موجوده على الدكه، لسه ما اتقيدتش، وده تقريبا ده المتوقع، ولكن تبدا بنفس الشكل ده هيبقى شكلك، تبدا بنفس العناصر بتاعت الموسم اللي فات والصفقات الجديده ما بتلعبش، هو ده هيفضل شكلك. الوينجات بتاعتك ما فيش اي حلول، طاهر محمد طاهر وكهربا ما فيش اي حلول، ما بتلعبش بحلول ناحيه الاطراف، فده بيضطر ان يخليك تلعب كوره طويله كتير، والكوره الطويله في ظهر مدافعين وتعتمد على محمد شريف. اي نعم كانت شغاله في الشوط الاول وجبت منها جون ضربه جزاء يعني بغربه كبيره من الحارس، بيطلع يديك ضربه جزاء من الهواء وبتسجل وبتقدم في المباراه، ولكن بعد التقدم انت مش موجود، ولا تهديد للمرمى ولا اي حاجه، بتحاول تلعب كره طويله كره طويله، والكره الطويله كانت بتضرب بسهوله بالاوفسايد جيم، حارس الوطني بقى يلعب عليك اوفسايد جيم بيضربك بسهوله، مش عارف توصل للمرمى الحارس الوطني، سابر انت ولا عندك حلول في الناحيه الدفاعيه، قصدي في ناحيه الاطراف، ولا عندك حلول ان انت تلعب كره طويله كتير وتضرب بيها الاوفسايد، محمد شريف كان بيعرف الاوفسايد كتير، والحلول اللي عند الاطراف مش موجوده، طار محمد طار وكهربا بلا اي فايده موجودين، ولكنهم موجودين، وكنت كمان بتلعب بثلاثي في نص الملعب، سوليا وديانج وحمدي فتحي، كنت بتزق الغريب اللي انت كنت بتزق اليو ديانج هو اللي يعمل ادوار الهجوميه مش عمرو سوليا، ودي حاجه انا مش فاهمها، دي فعلا حاجه انا مش فاهمها، ليه تخلي ديانج هو اللي يعمل ادوار هجوميه مش سوليا؟ لان سوليا كان عاملها بادوار ممتازه، وتخلي اليو ديانج يثبت نوعا ما في نص الملعب جنب حمدي فتحي عشان يبتدوا هم يوازنوا بين ادوار الدفاع والهجوم. لماذا عمرو السولية هو اللي مش بيعمل ادوار دفاعيه؟ دي حاجه انا مش فاهمها موسيماني. وبعد الجول الاول في الدقيقه 19 موسيماني ابتدى اللي هو مش هقول لك يدافع، ابتدى يرجع لورا شويه، اداء الاهلي ابتدى يتراجع شويه، ده اللي ابتدى يبقى اسوء بعد الجول الهدف الاول. الاداء هو مشكله الاهلي، مشكله الاهلي مش من دلوقتي، ده من بدري، من ساعه نهايه الدوري السنه اللي فاتت، سبع ماتشات بتاعت نهايه الدوري وكل الكلام ده، الكيرف بتاع الاهلي ابتدى ينزل 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 ينزل، كيرف الاهلي مش بيطلع، او كيرف الاهلي مش بيطلع وينزل، لا الاهلي ابتدى ينزل لتحت اكتر، عناصر في التشكيله مش مفروض تلعب، تغييرات مش مفروض تحصل، اداء مش مفهوم، تكتيك مش مفهوم، كل الكلام ده عوامل تقدم النادي الاهلي يطلع باداء ده، سواء في مباراه السوبر ضد طلع الجيش، او مباراه النهارده ضد الحرس الوطني، او مباراه طلع الجيش في الدوري، او مباراه الاسماعيلي في الدوري، او مباراة كتير في الدوري السنه اللي فاتت بتطلع بينها متعادل او خسران، مباراه النهارده تطلع متعادل وتخسر السوبر ضد طلع الجيش بسبب ان انت ما عندكش حلول، فكر موسيماني ما عندوش حلول، خلاص انا ثابت على الاداء ده، انا ثابت على تشكيلتي، ثابت على اسلوبي، ثابت على طريقتي، وطريقتي بتبتدي تتحفظ، طريقتك ابتدت تتحفظ سواء في افريقيا او محليا، ابتديت تبقى مفهوم، ابتديت ان انت ما يبقاش عندك حلول. الشوط الاول كله خرجت ماشي 1-0، لكن الشوط الثاني انت الحرس الوطني حرفيا زنقك في نص ملعبك، ضغط كبير عليك، قافل كل الحلول، مش عارف تلعب كره طويله، حتى الكره الطويله بتقطع منك. لاعبين في ارض الملعب بيلعبوا ليه مش فاهم، طاهر بيلعب ليه؟ الله اعلم. كهربا بيلعب ليه برضه؟ الله اعلم. دي حاجه المفروض موسيماني هو اللي يرد عليها. محمد هاني يعني
اكرم توفيق في المنتخب بيلعب بمستوى كويس، مع الاهلي بيلعب بمستوى كويس، تقريبا اكرم توفيق في اخر 10 ماتشات مثلا للاهلي هو افضل لاعب في الاهلي اكرم توفيق. دي النهارده قعد جنبك على الدكه، ولما نزل في الشوط الثاني عمل شكل كبير، لما نزل في اخر ربع ساعه دي عمل شكل الاهلي اكرم توفيق. محمد هاني او الناشئ محمد هاني اللي لسه صاعد، انت ايه ده محمد هاني عايز يتعلم كوره، عايز تعلم التمرير، عايز تعلم العرضيات، عايز تعلم الباصات، عايز تعلم الضغطيه العكسيه، عايز تعلم التغطيه في مركزه. النهارده شفنا وقت كبير جدا حمدي فتحي بيضطر ان هو يمين ناحيه اليمين ناحيه محمد هاني عشان يغطي في ظهره. محمد هاني في التغطيه العكسيه شفناها في الجون الهدف بتاع في الهدف بتاع الحرس الوطني، اللاعب بيطلع معاه بياخد الكره منه بينزل اللاعب بتاعه جول هدف 1-1. لولا حتى الواحد واحد دول كمان الكره العارضه اللي قبلها على طول للحرس الوطني كان ممكن الاهلي يطلع النهارده من نايجر خسران بالاداء بالشكل بالتغييرات اللي بيعملها بوسيماني. بوسيماني جه في نهايه الشوط ابتدى يقلب بقى، هنزل اكرم يبقى قدام محمد هاني، وهنزل علي معلول، وهنزل بدر بنون، وهخلي ايمن اشرف يبقى باك، وخلي علي معلول هو الوينج، ونزل وليد سليمان اللي بقاله 100 سنه ما لعبش وجايبه من الثلاجه بيلعب مباراه النهارده. مش عارف، انا فعلا مش عارف بوسيماني بيفكر ازاي. اداء غريب من الاهلي ما كنتش متوقعه بصراحه، قلت افريقيا غير محليا، الاهلي بيلعب محلي بشكل افريقي يبقى بشكل تاني. هل الاهلي ده برضه عشان اول مباراه في الموسم والدنيا في تلاحم وكل الكلام ده؟ الله اعلم، لكن مباراه القاهره هتثبت حاجات كتير، مباراه القاهره هتثبت حاجات كتير. هل مباراه القاهره هنشوف الاداء ده؟ هنشوف الحرس الوطني بيضغط على الاهلي عشان بيحاول يصعد على حساب الاهلي؟ هنشوف الاهلي بيخرج في مفاجاه؟ هنشوف الاهلي بيلعب باداء هزيل زي ده تاني او تالت او عاشر؟ حاجه مش فاهمه. اداء الاهلي اداء هزيل فعلا، والاهلي بيعاني، الاهلي حاليا بيعاني 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 بيعاني. هارد لك لكل جمهور الاهلي، هارد لك لكل جمهور، لكن هارد لك لعيبه الاهلي او موسيماني ما توقعش، ما توقعش نقدر نقول هارد لك لعيبه الاهلي وموسيماني، لان لعيبه الاهلي وموسيماني بيرعونا، رعونا من لعيبه، تكتيك غريب من موسيماني. الله يكون في عون جمهور الاهلي حاليا. شكل غريب، شكل مش مقبول. هارد لك لكل جمهور الاهلي، ومبروك لكل جمهور الزمالك على مباراه النهارده الفوز خارج الارض، واكيد النادي الاهلي هيصعد ان شاء الله في مباراه العوده، المباراه اللي هتلعب تقريبا الاسبوع الجاي، هيرجعوا هنا القاهره باذن الله. الزمالك يقدر يتفوق على تذكر الكيني ويصعد، والاهلي يقدر يتفوق على الحرس الوطني ويصعد، والاثنين يعملوا اداء مميز عشان يصعدوا لدور المجموعات بشكل مميز ان شاء الله باذن الله. فلو في الاخر ده راي شخص واحد في مباراه الاهلي والحرس الوطني والزمالك وتذكر الكيني، قول لي رايك انت في المباراتين في الكومنتس، قول لي رايك في النادي الاهلي ورايك في الزمالك في اول مباراه ليهم في دوري افريقيا، وقول توقعاتك مين اللي هيصعد من الاثنين، هل الاهلي والزمالك الاثنين هيصعدوا ولا ممكن واحد فيهم يخرج في مفاجاه كبيره؟ قول لي رايك في الكومنتس. لو حضرتك بدات تخش تعمل لايك، اول ما تشوف نعمل سبسكرايب في قناه وفعل الجرس عشان تيجي لك اول باول. تابعنا على السوشيال بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل مشاركه على فيسبوك ريتويت على تويتر. كمان مستر شوف الحلقه الجايه، سلام.